يا الصراحة أنا رجاوي وكنحب الرجاء وكنموش على الرجاء، ولكن داخل المغرب ديما رجاء، هذه الأولى. تحياتي ولاد الرجاء وتحياتي الرجاوي الأحرار. هي اللي بنوصل لكم أخوتي، ملي كتوصل واحد الفرقة اللي هي خارج البلاد، ولو تكون ودادي أو رجاوي ديما كيكونوا مغربيين. أنا رجاوي وكنشجع الوداد إن شاء الله من هذا المنبر هذا. شجعتهم هذاك النهار وربحات، وكنت شجعهم عاوتاني ان شاء الله مع ربي. يا خويا باش نحنا ودادي رجاوي كازاوي، سال الفيلم كيما انت ودادي وتكون رجاوي يعني غتكون كازاوي اصلا، ولا نحيدك انت ودادي كازاوي. يعني كاين شي ناس كيحبوا الرجاء وكاين شي ناس كيحبوا الوداد، ولكن ملي كتكون لاعب الوداد او تكون لاعب الرجاء مع شي فريق بعيد خارج المغرب كتبقى ديما مغربي. رجاوي 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 فري خا رجاوي. نشجع وداد ان شاء الله. مغربي تشجع المغرب؟ وداد وداد المغرب واخا ماشي في اللقب. المهم علاش ما تشجعش الرجاء؟ هي اللي في اللقب، ولكن وداد مغربيه. كل واحد الراي ديالو، داكشي كيبقى راي شخصي، ولكن هادشي ما كيتعلقش شكون اللي كنشجع. المهم البلاد ديالي هي الاولى، رجاوي مع الوداد. ما بغيتش ديها شي واحد اخر، هذه اول نسخه نفوز بها احنا. سلام وداد ولا رجاء؟ رجاء 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 رجاء. شنو غتسجل على الحد الشعر؟ سانتون عاد نسجل. علاش؟ ما تسجلش وداد؟ خويا رجاء والدم اخويا عندي رجاء. علاش ما تسجلش وداد؟ هي غتمثل المغرب. اش ما وداد اخويا بطلان ما عزيز عليا نسر اخويا شي حاجة سميتها الخضر كنموت عليه. ما عنديش اشكال. ما عنديش. ولا ما ربحاتش؟ ما عنديش اشكال، ما عنديش مشكل. الرجاء خويا كنموتو على الرجاء. بطبيعة الحال غادي نشجع ممثل الكرة الوطنية. فريق الوداد لا يمثل نادي الوداد الرياضي، بل يمثل المغرب ويمثل الكرة الوطنية. غادي يكون من باب الإجحاف أننا نشجع خصم يعني في مباراة ينازل فيها فريق يمثل الكرة الوطنية. لا أعتقد بأنه من يفهم الكرة ومن له وطنية ومن يحب بلده يصرح بأنه سيشجع فريق خصم لبلد خصم لبلد عادي عدو، يعادي القضية الوطنية، يعادي خطوات المغرب. يعني ما أعتقد بأنه مغربي وطني عاقل يقول هذا الكلام.